اليوم في هذه الوقفه اللي دعا لها المكتب الجهوي لعمال وموظفي الانعاش الوطني بجهه الرباط من اجل مطالبه وزاره الداخليه بفتح حوار مع عمال وموظفي الانعاش الوطني، لاننا حنا واحد الفئه كتعيش واحد الوضعيه شاده داخل الاداره المغربيه. حنا عمال وموظفين دائمين تابعين لوزاره الداخليه يعني الدوله، وما كنستافدوا من حتى شي حق من الحقوق اللي كينص عليها القانون. ما عندنا حد ادنى للاجور المعمول به في الاداره المغربيه والجامعات المحليه، وما عندناش حتى الحد الادنى للاجور المعمول به في القطاع الفلاحي اللي هي واحد 2300 درهم. حنا عمال وموظفين الانعاش الوطني الاجره ديالنا ما بين 1500 درهم و 2100 درهم، وما عندنا لا تغطيه صحيه لا الحق في التقاعد لا تعويضات عائليه لا هويه مهنيه. هادشي علاش حنا هنايا اليوم من اجل مطالبه وزاره الداخليه بايجاد حلول حقيقيه لهذه الفئه اللي كتعيش جميع انواع المعاناه، وفتح ابواب الحوار امام قطاع الانعاش الوطني. كما كنضامنوا مع امه الانعاش من اجل احقاق الحقوق ديالهم المشروعه والعادله اللي كتمثل في رفع ديال الاجور في التقاعد وفي تغطيه صحيه. هاد الناس ما كيطالبوا بتا حاجه الا بان وزير الداخليه يجلس معاهم ويعطيهم حقهم بانه يحقق لهم المطالب العادله والمشروعه. وحنا كمكتب جامعي ديال الجامعه الوطنيه للعمال والموظفين الجامعه الترابيه للتدبير المفوض ما يسعنا الا باننا نتبنوا هذا الملف وندافعوا عليه. طالبوا برفع الاجور، بان التسويه ديال الوضعيه ديال حاملي الشهادات، بان يكون عندهم تقاعد، يكون عندهم تغطيه صحيه، وبانهم يعيشوا بكرامه في هذا الوطن الجارح. النقابات كنطرحوا هذا الملف ديالهم، والحدود الساعه ما كاين حتى شي يعني تعاطي ايجابي مع الملف ديال الانعاش الوطني. الحدود الساعه ما كاين حتى شي تعاطي ايجابي مع الملف. نادي 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 مقسومه والله ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.